نعم. الحمد لله انا مواظب على صلاه الجماعه في المسجد، ولكن لظروف ما ما قدرتش انزل اصلي في المسجد، فطلبت من والدي ان انا اصلي معاه جماعه في البيت. هل تحسب جماعه؟ وما المقصود بكلمه مسجد؟ يعني هل مثلا اوضه مطعم؟ خليك بس صحصح معانا الله يحفظك، ما تدخلش امور في بعضها. الان انت ما صليت في المسجد، ما السبب؟ كنت بشوي اكل لوالدي والاكل كان هيتحرق. الاكل كان هيتحرق وكنت بتشوي اكل، ما كانش ينفع تطفي البوتاجاز وتروح تصلي وترجع؟ الفحم يا شيخنا وشغلانه. ايه؟ وشوي على الفحم وحاجات كده. ماشي يا حبيبي، ماشي. يلا هل تعتبر جماعه؟ صليت مع الوالد، الامر لله، خلاص انت هتسيبها لله. انا افتيك عشان تعمل كل يوم كده تروح تشوي وتسيب الجماعه؟